Revue de presse. في تونيسكوب تقرأ مقال عنوانه مشروع قانون يتعلق بالتعويض للسفارة الأمريكية بتونس. البارح تلقى مكتب مجلس نواب الشعب مشروع قانون يتعلق بالتعويض للسفارة الأمريكية، تعويض بمبلغ مالي على خلفية الهجوم اللي تعرضت له السفارة في شهر سبتمبر من عام 2012 والأضرار اللي تسبب فيها للسفر. ومن المنتظر باش يخصص مكتب المجلس نهار الخميس هذايا جلسة للنظر في مشروع القانون، مشروع قانون كما قلت باش نعوضوا لسفارة أمريكا في تونس على اللي صار. ما نعرفش اسكو أمريكا طلبت منا تعويض وإلا احنا ما شاء الله نجتهدوا وقلوبنا على خيانة الأمريكان وماذا بينا نعملوا كل حاجة جوست باش يرضوا علينا. تعرفوها مناقص المشنوق كان ماكلة الحلوى، بلاد غارقة في الديون وفي المشاكل المالية ما هيش لاحقة على موارد مالية لميزانية الدولة، ويتخمم في قانون تعويض للسفارة الأمريكية. عوضتوا لجرح الثورة، عوضتوا للناس اللي تستحق، نجري ونتسابقوا باش نعديوا قانون كيما هكا وعشرات القوانين الأخرى المهمة والعاجلة ما زالت راقدة وفي القجرات من 2011 من الثورة إلى حد الآن. ذوكم يحكي لهم حد ما قانون كيما هذا ماذا بينا فيه ساعة نسرعوه ونعديوا على مكتب مجلس ويا حب ذات تم عليه المصادقة بالإجماع. ومعتها وفي عوض ما نحملوا المواطن عبء آخر باش نعوضوا للسفارة الأمريكية، مش كان حسبتوا المسؤولين على التسيب الأمني والتقصير اللي صار وقتها واللي أدى للي شفناه الناس الكل من حاجات الحقيقة تأسف صارت في السفارة الأمريكية، وإلا هوك أنتم نسيتوا الحكاية وتنسيونا أحنا في الحكاية، ما جوست تفكروا التعويض وكهو. نتعدى المقال آخر في بابنا، تقرأوا مقال عنوانه مطار قرطاج توابير الانتظار تعطل رحلات المسافرين. تعرفوا كل التهديدات اللي وجهها مطار تونس قرطاج الدولي كمنشأة حيوية حساسة في البلاد، الشيء اللي استوجب اتخاذ إجراءات وقائية وإجراءات أمنية لحماية المطار. من بين الإجراءات تجديد المراقبة في بوابات المطار. عاد احنا في تونس كي نحبوا نعملوا حاجة تصلح أكيد نفسدوها وندخلوها بعضها. في المطار سكروا البوابات الكل وخلاو بوابة وحيدة يدخلوا منها الناس الكل، المسافرين والمرافقين متاعهم والعملاء والموظفين واللي داخلين للمطار واللي خارجين. الناس الكل تدخل من بوابة صغيرة تعدي شخص واحد. الشيء هذا يتسبب في صف طويل وعريض من العباد اللي يقعد ويستناو بالساعات، واللي ثم شكون منهم وفي تصريحات إعلامية وإذاعية قال اللي هو قاعد يستنى حتى اللي فاتت الرحلة متاعه والطيارة طلعت وهو واقف يستنى في الصف هذاك باش ينجم يدخل المطار. الشيء هذا يخلف حالة من الغضب ومن الامتعاض عند المسافرين وحالة من الاستياء من طول الانتظار وتعطل أمورهم. حكاية الحقيقة ما تلقى ما تقول عليها، مطار تونس قرطاج وكان ولا مشكلة كبيرة وعبء الحقيقة في تونس في الخدمات اللي قاعد يقدم فيها للمواطنين والمسافرين كسسوا التوانسة أو حتى الأجانب اللي يجيوا بحذانا. وهاو حتى كي جينا نحبوا نصلحوا ونشدوا الرقابة باش نأمنوا المطار عطلنا العباد وفوتنا عليهم رحلاتهم. اللا معقول تشوفوا بعينك في تونس شيء أسف، لا خدمة قديناها ولا حتى حماية المطار قديناها.